بدران من نجران. الو، السلام عليكم. الصوت شوية بدران، تقصر التلفزيون شوي. تفضل يا بدران. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ. قراءة المصحف بنية الميت. نعم. قراءة المصحف بنية الميت. قراءة القرآن. قراءة القرآن بنية أن أجره للميت، هذا لم يرد به دليل، فهو غير مشروع، ولكن يدعو للميت، يستغفر له، تصدق عنه، يحج أو يعتمر عنه. وأما قراءة القرآن عنه فهذا لم يرد به دليل. قراءة القرآن عمل بدني، ولم يرد دليل في أنها تهدى لغير القارئ. نعم.